بعدين احنا ما عندناش سياسة الاتفاقية مع الأطفال، يعني احنا ما عندناش حاجة اسمها إن احنا بنتعاقد مع الأطفال أو نعمل عقد أو اتفاقية بين ماما وماما وبين الطفل. ان بمعنى انت لو إيه؟ عملت كده انا مثلا هكافئك بالظبط، بحاجة معينة. هنسمع الكلام هنروح كذا، مش هنسمع الكلام هنم. وكمان في حاجة يا أستاذ عمرو، كلنا بحكم إن إيه؟ يعني ولادنا أغلى شيء عندنا، وبالطبع الحنية إن احنا عندنا إيه؟ ممكن نقول الكلام ونرجع نتنازل عنه. أو نسحب الكلام بتاعنا، ده ده غلط. أول خطأ بيقع فيه الآباء والأمهات وبيؤدي إلى مشاكل سلوكية فيما بعد وخيمة ما بنبقاش عارفين نسيطر عليها. طب ليه يا دكتور؟ يعني انا مثلا رجعت في كلامي علشان ما زعلوش. ما هو عشان ما زعلهوش يبقى ما أقولش غير الكلام اللي أنا هقدر أطبقه عليه من غير بعدك ما زعله، في حالة ما هو يعرف الثواب بتاعه ويرجع. يعني مثلا على سبيل المثال، لو إحنا رايحين النادي وهو عنده هوم ورك أو عنده وجبة غذائية محتاج ياكلها أو الكلام ده، وقلنا لو أكلت أو عملت الهوم ورك بتاع المدرسة هننزل النادي نقضي اليوم كله مثلا في النادي، هيجي هو بيتمرد مش عايز يعمل الواجب. طبعا فكره المذاكره في الوقت اللي احنا فيه ده بتبقى فيها ثقل جامد جدا على الاطفال. ليه؟ لان عندنا مشتتات كتير جدا في الحياه، فبالتالي هو مش عايز يذاكر. فاحنا لما نيجي نحط دي قصاد دي، فالطفل هيرفض ان مثلا يروح النادي، بعدين هيبدا يضيع في الوقت اللي هو المفروض ان هو يخلص فيه الواجبات بتاعته. فاول ما يحس ان الوقت خلص فيجي عند ماما ويفضل يعيط ويضغط عليها، يا ماما طب هنروح النهارده وبعدين هعمل، طب عشان خاطري يا ماما. فالام او الاب بيروحوا يضعفوا تحت المحاولات بتاعت الطفل، فخلاص كده بالنسبه للطفل هو نجح في محاولاته، والاب والام خلاص نزل المستوى بتاعهم. بمعنى ايه نزل المستوى بتاعهم؟ ان الطفل عرف مدخلات الاب والام، انا خلاص ديت هي الوسيله اللي انا هستخدمها واضغط بيها. وبالتالي فيما بعد نرجع بقى الاب والام قدام ياخدوا بالهم ان اللي بيقولوه ما بيتنفس، فايه ده احنا طفلنا عنيد، ما احنا اللي عملنا كده بالعند. ده اول حاجه. هم مش واخدين بالهم برضو ان هم السبب في العند اللي هو فيه الطفل ده. هو السبب طبعا. هي تنشئه اجتماعيه بحته، يعني ما فيهاش كلام. طب في هل في اسباب اخرى؟ طفل ما في عدة أسباب هذكرها لحضرتك. ما فيش طفل بيولد عنيد، ما فيش طفل زي ما قلت لحضرتك بيولد عصبي، ما فيش حاجة اسمها طفل مش عصبي. ما لهاش عامل لا. وراثي.